الحلقة الخامسة من تفسير جزء عامة. نبدأ اليوم في تفسير سورة النبأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا بدأنا بجزء عامة؟ واحد، لكثرة قراءته. اثنين، بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لبناء خير القرون للصحابة. طيب، ما أحزاب جزء عامة وأرباعه وصور كل ربع؟ الحزب الأول في جزء عامة بيتكون من أربع أرباع، كل ربع صورتين ما عدا آخر ربع ثلاث صور. أول ربع النبأ والنازعات، تاني ربع عبسة والتكوير، تالت ربع الانفطار والمطففين، رابع ربع الانشقاق والبروج والطارق. لو أقول لك إيه كلمة السر بتاعت حزب الأولاني تقول لي تلات اتنينات تلاتة، يعني كل ربع اتنين، التلات اتنينات وآخر ربع تلاتة. طب الحزب التاني إيه كلمة السر بتاعته؟ تلاتة أربعة ستة خمستاشر. أول ربع ثلاث صور، أعلى غاشية فجر، تاني ربع أربع صور، بلد شمس ليل ضحى، تالت ربع ست صور، الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة، آخر ربع الربع الأخير في الحزب 15 صورة اللي هو ربع العاديات. وربع العاديات بيتكون 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3. أول أربعة بيتكلموا على علاقة الإنسان بربه، تاني أربعة علاقة الإنسان بالمسلمين، تالت ربع علاقة الإنسان المسلم بالأعداء، وبعدين تلات صور حماية للمسلمين. طيب نبدأ بقى في تفسير سورة النبأ. ما المعاني الرئيسية لسورة النبأ؟ المعاني الرئيسية لسورة النبأ، المعنى الأول، يلوم الله تعالى الذين لا يخافون من الحساب واختلفوا فيه بين مستبعد للحساب ومنكر للحساب، وخوفهم بعقوبات في الدنيا والآخرة. وبعد كده بدأت الصورة بإصلاح قلوبهم للعبادة. طب إزاي كيف يصلح القرآن قلوب الناس للعبادة؟ بحاجتين، بعبادة الخوف والرجاء وإصلاح العقيدة، دول التلات حاجات اللي بيصلح بيهم العبد. طب إزاي تنمى عبادة الخوف في الصورة؟ أول حاجة، الصورة أتت بوسائل تعميق الخوف الخمسة، هم مفروض ستة بس هنا في خمسة بس. أول حاجة أدلة البعث والنشور الثلاثة، اللي هي خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وإنبات النبات، ومشهد الحساب ومشهد العقاب. خلصنا الخمسة دول اللي بينعمقوا الخوف في قلب العبد، فبعدين أتت بوسيلة تعميق المحبة اللي هي مشهد النعيم، ثم ختمت بإصلاح العقيدة. طب نبدأ بالجزء الأولاني، مدخل الصورة، يلوم الله تعالى فيقول عما يتساءلون. يعني عما يتساءلون؟ يعني عن أي شيء يتساءل العصاة الذين لا يخافون. طب عما يعني إيه؟ يعني عم ما، عن ما، حرف جر عن، وما اسم مجرور، وأضغمت النون في الماء الميم. طيب ما معنى النبأ العظيم؟ معناه يوم القيامة، البعث يوم القيامة. طب ما معنى الذي هم فيه مختلفون؟ يعني مختلفون بين مؤمن لا يخاف مستبعدا للحساب والعذاب، وبين كافر يتساءل مستنكرا وجود الحساب. طب يعني المؤمن بيقول فين وفين؟ ايه الرد عليه؟ وما هم عنها بغائبين، ربنا رد عليهم قال وما هم عنها بغائبين. طب الكافر بيتساءل يقول ايه؟ قال الله تعالى بيوضح كيف يتساءل الكفار مستنكرين وجود الحساب، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقال تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. وقال تعالى أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني محاسبون. وقال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. ده اللوم اللي لاموا ربنا لمن يستبعد يتساءلون عن يوم القيامة، يا إما يتساءل مستنكر إن اليوم ده مش هيحصل، يا إما يتساءل
مستبعد. طيب ربنا يرد على الناس دي يقول لهم ايه؟ يهددهم بعقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. كلا دي كلمة رضع، يعني إياكم أن تشكوا في البعث والحساب. كلا يعني إياكم. سيعلمون يعني سيعلمون الشكون عقوبة شكهم في الدنيا والقبر. ثم تفيد الترتيب الزمني، يعني بعد الحياة والقبر تنتهي. كلا إياكم أن تشكوا، يعني وبعد كده إياكم أن تشكوا. سيعلمون يعني سوف يعلمون عقوبة إنكار البعث عند الحساب والنار. يبقى ده لو من ربنا للمختلفين في يوم القيامة بين مستنكر ومستبعد، وتهديد بعقوبة في قريبة في الدنيا والقبر، وعقوبة بعيدة في النار. وكلمة ثم دي تفيد إن الوعيد التاني أشد من الوعيد الأول. طيب ده أول حاجة اللي هي مدخل الصورة، مدخل الصورة. بعد كده الصورة ستقوم ببرنامج عملي لإصلاح القلوب. إيه البرنامج ده؟ بثلاث حاجات: خشية، حب، إصلاح عقيدة. طيب كيف ينمى الخشية؟ قلنا مفروض بست أدوية، بس هنا في خمسة بس. أول حاجة مشهد خلق الأرض والجبال. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة؟ ده أول دليل على البعث والنشور. لازم الإنسان لما يشوف الأرض والجبال يخاف، لأن اللي خلق الأرض ديت قادر أن يعيد الإنسان مرة أخرى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم؟ طيب ما معنى ألم نجعل الأرض مهادة؟ ألم نجعل الأرض ممهدة للخلائق، ثابتة كالفراش الممهد للصبي؟ والجبال أوتادة، ألم نجعل الجبال أوتادا عميقة في الأرض لتثبت الأرض؟ وهذه الآية من الإعجاز العلمي. طب ما في هذا من إعجاز علمي؟ إيه اللي في الدافع إعجاز علمي؟ الوتد بتاع الخيمة، أنا بثبت تلتينه تحت وتلته فوق. وبرضو ثبت علميا في العلم الحديث بعد تصوير الجبال إن الجبل اللي فوق الأرض ده في ضعفه تحت، وده حقيقة لا يمكن أن النبي يكون يعرفها لأنه ما كانش عنده أجهزة تصوير. طيب الدليل الثاني على البعث والنشور والوسيلة الثانية للخوف اللي هي خلق الإنسان كما بدأنا أول خلق نعيده. الدليل على بعث الإنسان إن ربنا خلقه. طيب وخلقناكم أزواجا، يبقى ربنا خلقناكم، ده الدليل إن ربنا هيبعثكم زي ما خلقكم هيبعثكم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أكبر حق دليل إن تبعث إن إحنا خلقناك، وإلا خلقك يعيدك. بس ربنا خلقنا، طب إزاي نعيش؟ إدانا مقومات العيش. هي مقومات العيش أول حاجة أزواجة، يعني خلقنا ذكر وأنثى ليحصل التناسل. تاني حاجة وجعلنا نومكم سباتا، ده تاني حاجة من نعم ربنا عشان الخلق بتاعنا يتم ونعيش، إن جعل النوم انقطاعا عن الحركة لتحصل الراحة. طب لما نمناش إيه اللي هيحصل؟ عن موت، لأن أجهزة الجسم من غير موت من غير نوم بتموت. في أجهزة ما تشتغلش غير الإنسان يكون نايم. تالت حاجة وجعلنا الليل لباسا، ما معناها؟ معناها جعلنا الليل لباسا، أي كاللباس ساترا بظلامه وسواده كل أحد. طب لو ما فيش ليل نموت ليه؟ لأن بالليل النباتات بتعمل التنفس بتاعها وبتنمو، ولو ما فيش ليل النباتات هتموت. ولو النبات مات يبقى احنا هنموت احنا اخرين. واحد يقول ناكله لحمة، طب ما اللحمة هتيجي منين؟ ما اللحمة محتاجة نبات. احنا والحيوانات كلنا هنموت، الليل شرط لنمو النباتات. المقوم الرابع وجعلنا النهار معاشا، اي وجعلنا النهار وقتا لطلب المعاش من المطعم والمشرب. طب لو حياتنا كلها ما فيهاش نهار نموت، لان النهار النبات بيعمل النبات الضوئي، البناء الضوئي بيطلع الاكسجين وبياخد ثاني اكسيد الكربون، ومن غير النهار النباتات تموت. طيب المقاوم يبقى ازواج، النوم، الليل، النهار. المقاوم الخامس وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ربنا بنى فوقنا سبع شدادا، سبع سماوات شديده قويه محكمه لا يؤثر فيها مرور الزمن. طب ايه سر شدتها؟ الجاذبيه.
ربنا جعل بين الارض وبين الانسان جاذبيه، لذلك الانسان ما بيطرش، بيفضل ثابت على الارض. وبين الارض والقمر جاذبيه، لذلك القمر بيلف حوالين الارض وعمره ما خبط فيها ولا بعد عنها. وبين والارض دي بينها وبين الشمس جاذبيه، لذلك لا تقرب من الشمس ولا تبعد. والشمس دي بينها وبين مركز المجره جاذبيه، لا الشمس تقرب من مركز المجره ولا تبعد. وكل الشموس بينهم جاذبيه، ما فيش شمس تخبط فينا ولا حاجه تخبط فينا، كل في فلك يسبحون بدقه متناهيه. والمجره بتاعتنا نفسها فيها جاذبيه لمركز المجره، فما فيش مجره تخبط في مجره. لذلك سبع انشداد يعني قويه جدا، ما فيش كوكب يخبط فيك، ما فيش نجم يخبط فيك، ما فيش مجره تخبط فيك. ده المقاوم الخامس من مقاومات الحياه. انتهت الحلقه النهارده، ونقول قولا استغفر الله لكم.